اللهم أهله علينا باليمن والإيمان. اليمن من البركة، والإيمان يدخل فيها ما له علاقة بالقول والفعل والزيادة والنقصان. ولذلك عقيدة السنة والجماعة في الإيمان أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أحد الناس أمس يوصل لي رسالة يقول يا شيخ يعني في الخطب وكذا، وأن هذا تنقلوه للإخوة الخطباء أن يركزوا على التوحيد ويركزوا على جانب الإيمان. قال لأن معلم التحفيظ عند الزوجة تقول الإيمان في القلب فقط. هذا منهج من منهج المرجئة، منهج المرجئة. ولذلك الأدلة على ذلك كثيرة، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في أبي قلابة عن أنس عند البخاري كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم ثلاثا من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وإذا كان الشيء حاليا يكون ماذا؟ يكون مرا أو يكون حامضا، فدل أنه يزيد وأنه إيش؟ وأنه ينقص. فلذلك ينبغي للإخوة الفضلاء من الخطباء والمعلمين وغيرهم أن يركزوا على هذه الجوانب في الناشئة، لأن فعلا الآن يعني بدأت الناس تدخل في مفاهيم مع وجود عالم التواصل وعالم الاتصالات إلى غير ذلك، يأتي مقطع من هنا ويأتي مقطع من هناك، فيبدأ يبلبل في ماذا؟ يبلبل في عقول الناس. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. قال والسلامة والإسلام، السلامة من كل نقيصة وهذا عام، والإسلام هذا ماذا؟ هذا خاص، هذا عطف الخاص على، وإلا اليمن البركة ويدخل فيه أيضا الإيمان. وإذا ذكر الإيمان يدخل فيه مسمى ماذا؟ الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام يعني الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم قال أي صلاتكم، لكن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فكما قال أهل العلم إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. والسلامة والإسلام، والإسلام هو قول لا إله إلا الله بشروط العلم والانقياد واليقين والقبول والصدق والإخلاص والمحبة، والثمين والكفر بالطاغوت كما قال الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة.